مرحبا جميعا، كيفكم؟ يا رب تكونوا طيبين. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، واليوم راح نلعب لعبة بيت كأكس دي جايز. لانه مثل ما انتم عارفين وشفتوا في الفيديو السابق انه كان في ايميل اللي هو زيرو جرافيتي الجزء الثاني. يب جايز، سو هذا الفيديو حيكون عن زيرو جرافيتي بس الجزء الثاني. بصراحة أنا صورت الفيديو قبل كذا عشان هيك عم بتشوفون الطلاء في البيت، لأنه تعرفون أني أنا لازم أصور فيديوهات في الإنجليزي كمان، بس متابعين العرب لأنهم في القلب فأكيد لازم أسوي لهم فيديوهات عربية. أحبكم كتير متابعين العرب، لذلك حأسوي هذا الفيديو أخبركم كل شيء عن التحديث وأوريكم كل إشي جاي. فيب جايز خلونا نبلش هذا الفيديو لاني والله مرة متحمسة جايز. انتو كمان متحمسين ولا لا؟ خبروني. اوكي، اول اشي اللي ضافوه هو البيت الجديد اللي هو هذا، حتقدرون تشترونه من هون من هذا الريبوت على ما بعتقد. ما يطلع لي لانه اوريدي البيت عندي. فيب جايز المدينة ما تغير فيها شيء للحين زي ما كانت. فيبقى قبل ما أروح للبيت خلوني أوريكم الأزياء الجديدة اللي ضافتها اللعبة في هذا التحديث، لأنه بصراحة الأزياء في هذا التحديث مرة فخمة. فيبقى خلونا نبلش عشان نشوف الأزياء. مستعدين؟ أنا والله مرة مستعدة ومتحمسة، فخلونا نبلش هذا الفيديو. أوكي، الحين بروح على الملابس. هالأزياء دغري هم بتشوفون قد إيش صار عندنا أزياء عن زيرو جرافيتي. والأزياء الجديدة هم هذول القدام. أول إشي حأجربه هو للفريق الأحمر، هذا تبع البنات وهذا تبع الأولاد. خلوني أول إشي أجرب تبع الأولاد. لحظة جايز، عم بتشوفون مرة شكله بيجنن. خلونا احط هذا. ايش رأيكم فيه؟ انا الحذاء حسيته مرة بيجنن. ايش بتقولون انتو؟ شوفوا القبعة مرة كيوت، مكتوب عليها بلام. واو جايز، ايش رأيكم في هذه اللبسة؟ حبيتوها ولا لا؟ خبروني بالتعليقات. الحين خلونا نروح نجرب اللبسة تبع البنات كمان. وين هي؟ اوكي هذه هي. القميص هون فيها مختلف، فيها نظارة، وشوفوا الكف كيف صاير، مرة صاير بيجنن الكف. لحظة، كأنه فيه ملصقات، مرة بيجنن ملصقات على شكل نار عشان هو فريق البلان، فريق النار، الفريق الأحمر. اوكي جايز خلونا الحين، اوه شوفوا قد ايش صار الملابس هون، المدينة انملت ملابس. اوه هذا للحين ما جربته، كيف ناخذه؟ معقولة انه اعطونا اياه؟ واو الحين بنجربه. لحظة قاس خلونا نشوف اعطونا اياه ولا لا. هو الاي اي، اوه يب اعطونا اياه. شوفوا قد ايش كيوت، خلينا نشوفه. شوف العيون كيف تتغير ويصير مرة كيوت. لحظة خلينا ننتظر العين، بتصير زي النار وتنفتح. او ماي جاد. اوكي الحين خلونا نروح نجرب الملابس تبع فريق المفضل اللي هو فريق الازرق. ايش رأيكم فيه؟ خلونا بنحط حقيبة عن الفريق الازرق كمان. ححط حقيبة الفرق هذه ولا هذه، اعتقد هذه افضل. مرة بجنن، حأحط الاي اي كمان. وينه؟ هذا هو. اوه مرة بيجنن، خصوصا لما بيغمض. شوفوا قاعد بيفتح، مرة كيوت. هذا تبع الفريق الازرق، مرة بيجنن. شوف الحذاء، مرة بيجنن. اوكي جايز، اوه ماي هاسبند مسج مي. اوكي جايز خلينا نكمل. خلينا نشوف الحين ملابس البنات. هذه هي، مرة أحس شكلها بيجنن، شكلها مرة واو. شوفوها، خصوصا القبعة في هذا الفريق مرة حبيتها، مرة بيجنن.
هذا أكثر إشي حبيتها باللبسة هي القبعة تبع الفريق الأزرق guys. أوكي الحين بنروح نجرب القبعة تبع الفريق الأخضر اللي هي آخر شيء. أقصد يعني الملابس تبع الفريق الأخضر. هذه تبع الأولاد، خلوني أحط الحقيبة كمان. هذه ولا هذه ولا هذه، ما بتحسون هذه أفضل وأحلى؟ أنا بعتقد هذه أحلى. أوكي guys الحين خلوني بس أنزع الكفوف، ما عجبتني صراحة مع هذه اللبسة. ممكن أحط كفوف تانية؟ يب بس حأحط السماعة. هذه سماعة جديدة، لو شفتوها لما أخذتها مرة بتجنن. يب guys خبروني إيش رأيكم في السماعة، جميلة صحيح؟ هذه هي اللبسة تبع الأولاد مرة بتجنن. خلوني أحط الأي آي، بشوف الأي آي تبع الفريق الأخضر كيف حيكون عيونه. أوه واو بتطلع زي النبتة، زي الورقة تبع النبتة مكتوب عليها ليف. أوكي ليف فريق ليف نحن. أوكي خلونا الحين بنجرب لبسة البنات ونسوي شخصيتي عشان بنروح نكمل باقي الأشياء تبع هذا التحديث. أوكي هذه هي آخر لبسة، مرة شكلها واو بتجنن. خلوني أحفظها لأن مرة حبيتها بصراحة. الحين بروح للبيت. أوه شفت إياها كيف تحرك، هذه كمان أخذتها. وهذا هو البيت الجديد تبعي، هذا الترتيب كله عشان فليجر بيكون مرة مرة حزين. أوكي خلونا الحين ندخل للبيت، أنا مرة متحمسة. شوف البيت كيف بيجنن، هذا هو البيت. أنا أكثر شي بالبيت حبيته هي هذه الشاشة، لأنه لما أقف فيها بتطلع صورتي. شوف مرة بيجنن، هذا هو البيت مرة كبير. أحس أنه ما بيحتاج أثاث لأنه أصلا هو مأثث فيه باركور، بس إذا بدكم تأسسوا فأعطونا ذول الأشياء يلي للباركور. أعطونا هاي اللي تساعد بالمشي، وهذه اللي تتحرك تستكر وتنفتح مثل هيك، وهذه كمان هذه اللي بتدل على الاتجاه وبتقفز. خلينا نقفز، وهذه بتعطينا سرعة، هذه أكثر إشي حبيتها. لحظة شوفوا جايز كيف أعطتنا سرعة، مرة بتجنن. أوكي جايز خلونا أجرب الباركور قدامكم الحين لأنه مرة بيجنن. من هون بنقدر ننزل زي البيت تبعني، بدأت تتذكرون هذه الحركة. أوكي خلونا الحين نلعب الباركور وبنشوف كم نقطة حيعطونا. أوكي ليتس جو. وي خلونا نشوف. أوه طلعونا، خلوني أبلش مرة تانية. تذكرون بالإيميل السابق قصد جير قالت إن اللي بيصور فيديو وبيكون أسرع مني حتعطي هدية؟ أنا مرة متحمسة أعرف شو هي الهدية بصراحة يعني. خلونا نكمل. واو أوه ماي جاد مرة صعب بس بصراحة بيجنن. أوه أحسني زي كوسب جير كمان 15. أوكي هذا هو البيت. في شغلة عجبتني في البيت خلوني أوريها لكم، لما بنصعد يعني فوق البيت هيك بحس نفسي في طيارة من جد. لما نصعد هون بنقدر نجلس كمان، يعني هالفكرة مرة بتجنن. نقدر نجلس في أي مكان يعني بدنا، يعني مع أصدقائنا وهيك. ومن هون كمان نقدر ندخل البيت، خلونا ندخل. لما ندخل حنلقى هذه الزحليقة، بس للأسف ماني قادرة يعني أجلس فيها، ما أدري ليش إيش المشكلة يعني في البيت. بس لما ننزل جوا الزحليقة بتشتغل، فخلونا نجربها الحين سويا. يلا مرة بتجنن هالزحليقة، حبيتها كتير، ذكرتني في الزحليقة تبع بيت تحديث الكريسماس. مين اشتاق لتحديث الكريسماس؟ اوكي خلونا ننطلق. خلونا الحين اوريكم الطلاقات الجديدة لهذا البيت. لحظة خلونا اوريها لكم كلها جايز.
بنطلع بنروح على الطلاقات وبنيجي للنهاية، لأنه طلق خلوها تقريبا بالنهاية مع الطلاقات الجديدة، مش هدول. بعدين نمشي هيك اوكي جايز، هذه الطلاقات. انتو شايفين الطلاق تبع الفريق الاخضر، هذا كمان للفريق الاخضر الطلاق عادي. الحين بوريكم الطلاق تبع الفريق الاحمر، مرة بيجنن، حسيته من جد ناري. وهذا العادي تبع الفريق الاحمر، خلوني اوريه لكم. الحين بوريكم الطلاق المفضل عندي تبع الفريق الأزرق، مرة مرة بيجنن، وهذا هو العادي. أوكي الحين برجع للأخضر لأنه هو فريق، هذا تبع الأخضر العادي وهذا هو تبع فريق الأخضر. أوكي جايز الحين خلونا نحفظه، نرجع نحفظه لأنه في أشياء لازم أوريها لكم. للحين ما خلص الأشياء في هذا التحديد اللي هي الطيارات الجديدة. أنا فكرت أنه رح ألقاهم هون، بس خليها هون زي المزلجات القديمة اللي عندنا في باقي التحديثات، زي هذول يعني، زي ذول بس بيكونون غير شكل. فخلوني أوريها لكم وين حيكونون مكانها. معقولة ما تنحفظ في مكان ما؟ خلينا نشوف. أتمنى ألقاهم بسرعة عشان أوريها لكم. أوكي لقيتهم، هذول هم، هذا تبع فريق المفضل. لما نمسكهم يعني زي هيك بحس أن الدرع بيدافع عننا، في يدنا كذا زي ساعة. بعدين لما نصعد عليه بيكبر، شوفوا الضوء اللي بيطلعنا زي اللي بالبدلة، بس اللي بالبدلة فيها كل الألوان. هذه بس تبع الفريق كله. خلونا نطيرهم، واو نطينا. اوكي خلينا نكمل. الحين بنجرب اللي بعدها تبع الفريق الاحمر، هذه هي بتطلع ضوء احمر او وردي، كمان حلوة. شوفوها يعني من الداخل كمان بيتحرك زي هيك، عم بتشوفون عم بيتحرك الخطوط. اوكي الحين خلونا نجرب اخر وحدة اللي هي تبع فريقنا الفريق الاخضر يلي حيفوز باذن الله. اوكي هذا هو تبع فريقي، شوفوها عم تتحرك كمان من هون، وهذا الضوء يلي بتطلع الضوء الاخضر، وهذا هو الكأس يلي قربنا ناخذه ان شاء الله. شوفوا العلامات كيف وصلت، في تحدي نار بين الفريق الاحمر والازرق. بليز الازرق سوي جهدك، لازم تفوز. وهون هو تبع التحديات، ويب جايز هو هذا كان الفيديو وكل الاشياء اللي وريتكم اياها. فيب خلوني اختم الفيديو هون، فبليز جايز خبروني ايش رايكم في هذا التحديث، واعطوني لايك وسوي شير وسبسكرايب، وبشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، احبكم كتير كتير كتير.